السلام عليكم طلاب الصف الثاني المتوسط. موضوعنا لهذا اليوم هو أمثلة وتمارين على موضوع الكرة. ثلاثة أمثلة من الكتاب، اختلافات بسيطة، أيضا النتائج اللي أطلبها من طلب إلى طلب آخر يختلف، الغاية من عنده هنا أيضا الرموز المختلفة بالنسبة للنتائج حتى الطالب يطلع على فكرة الموضوع. نبدأ بالمثال الأول، مستودع وقود كروي الشكل، هاي هنا موجودة أيضا في خزانات النفط، هذا موجود بصورة واضحة. مساحته السطحية معلومة، المطلوب إيجاد حجمه. هنا من خلال المساحة السطحية يمكن معرفة الحجم بعد إيجاد طول نصف القطر. إذا هنا واحد طالب يقول أرسم الكرة رسم بسيط للتعريف الموضوع أو أخذ المعلومات بالشكل التالي. الحل بالنسبة للمثال الأول، الحل راح يكون بهذه الطريقة. المساحة السطحية معلومة، راح أكتب هنا LA تعادل 576 باي، موجود هذا الرمز، سنتيمتر مربع. لاحظ الموجود هنا جد حجمه V يساوي علامة استفهام. عندما نكتب قانون الحجم نحتاج طول نصف القطر، إذن الآر أيضا مجهول بالنسبة للسؤال. في الحالة أحصل طول نصف القطر منين؟ من خلال المساحة السطحية. راح يصير عندنا اكتب القانون LA يساوي عندنا 4 باي R تربيع، هذا القانون. عملية التعويض LA معطاة في السؤال، LA يساوي 576 باي سنتيمتر مربع، هذا معطاة في السؤال. مقارنة بين الناتج الأول والثاني حتى الطالب يطلع أن هذا الموضوع مو فقط قوانين وتعويض، قانون تعويض مقارنة بهذا الشكل. هذه القواعد راح نستخدمها وين؟ في تكملة بقية الأشكال الهندسية. من أنت أحصل أن 4 باي R تربيع يساوي 570 76 باي. هنا عندي أكثر من طريقة للإجابة. الطريقة الأولى هي اختزال الباي من الطرفين بهذا الشكل، استخدم فكرة تسمى بالرياضيات اختزال إبعاد. طالب آخر يستخدم فكرة التقسيم، يكتب الآر تربيع بهذا الشكل يساوي 576 باي على 4 باي، وهنا يستخدم فكرة الاختصار. إذن هنا تعلمنا فكرة معنى شنو كلمة اختزال وما معنى كلمة اختصار، أيضا النتائج صحيحة بهذا الترتيب. بعدها أبسط الناتج، راح يصير عندنا الآر تربيع يساوي، لاحظ عمليات الاختصار، 5 تقسيم 4 بها 1، يزيد 1 17 كم 4 بها 4، في 4 16 يزيد 1 16 بها 4. إذا تعلمنا على فكرة هنا جديدة هي كلمة المقارنة وليس عمليات التعويض. وأيضا عندنا فكرة اختزال وعندنا فكرة اختصار، أيهما الطالب يستخدمها صحيحة؟ إذا من هاي الفكرة الأولى يصير عندنا هنا 4 R تربيع يساوي لنا 570 76، نستخدم هذا الناتج أو بهذا الشكل، إنه ال R تربيع يساوي لنا 570 76 على 4، يحصل على هذا الطريق. أو يستخدم فكرة الاختصار أو الاختزال، أيهما أسهل يطبقها. بعدها ناخذ الجذر التربيعي للطرفين، جذر التربيع للآر تربيع، جذر التربيع لل 144، التربيع مع الجذر راح يصير الآر يساوي لنا 12، الوحدات المستخدمة سنتيمتر. إذا هاي الفكرة الأولى هنا مع وجود الرمز باي اللي مثل عندنا القيمة التقريبية. مطلوب أن عندي إيجاد الحجم، V تساوي 4 على 3 باي آر تكعيب بهذا الترتيب. أعوض هنا عملية التعويض، إذا حصلنا مفهوم هنا تعويض وهنا مفهوم المقارنة من خلال هذا الموضوع. صار عندنا 4 على 3 في 22 على 7 مضربة في الآر، الآر عندنا تكعيب، عندنا 12 الأس 3 بهذا الترتيب، طول نصف القطر، ونبسط الناتج. رقم بسيط بهذا الشكل حتى الطالب يطلع على أرقام أخرى صعبة ماكو إشكال عليهم.
بهذا الترتيب، أقدر أكتب بهذا الشكل الناتج 4 × 22 × 12 × 12 × 12 بهذا الترتيب، على 3 مضروبة في 7، هذا المقدار مع هذا المقدار، هاي بها 1 هاي بها 4 بهذا الترتيب، الناتج يقسم على 7. أترك الناتج للأخير بهذا الترتيب، عندنا 12 × 12 = 144، عندنا 4 × 4 4 × 22 = 88، 88 مضروبة في 4، 4 × 8 = 32 بالليل 3، 4 × 8 = 32 = 35، 3 × 5 = 2، الناتج تقسيم 7 بهذا الشكل، ثم نبسط الناتج. أترك الناتج هنا للطالب حتى نستفاد من الوقت. مثال بالنسبة للجزء الأول في هذا الموضوع. أنتقل للمثال الثاني. المثال الثاني: إذا علمت أن المساحة السطحية لكرة معلومة فما طول نصف قطرها؟ السؤال أقصر. LA تساوي لنا 1256 سنتيمتر مربع، المطلوب إيجاد طول نصف القطر بهذا الشكل. نبدأ فكرة أيضا المقارنة، هنا ركز عليها في هذا الموضوع. الحل LA سن 4/r³، مقارنة بين الجزء الأول والثاني، كلمة المقارنة أحصل من عندها أنه 4/r³ سن 1/256 بهذا الشكل. من عندها نحصل أن r³ سن 1/256 تقسيم 4/ (4/π). أبسط الناتج أكثر حتى أوضح فكرة السؤال. قسم على 4 يقبل قسم على 4، هاي بها 1، هنا الباي تنزل، راقب الناتج غير، حصل عندنا 3 1/4، 314 على الباي. أبسط قيمة الباي تقريبية، صار 3 14 على 3 14 من 100. استخدمت هنا القيمة التقريبية بطريقة الكسور الأشرية، أحذف المرتبة هنا الصفرية صفر وخلي هنا بدل مرتبتين أشريتين صفرين، هنا نقسم الناتج، هاي بها 1 هاي بها 1، راح يبقى عندنا 100، راح يصير عندنا الآر تربيع تحت الجذر التربيعي يساوي لنا جذر 100، التربيع مع الجذر راح يصير لنا الآر يساوي لنا 10 حسب الوحدات المستخدمة في السؤال 10 سنتيمتر. فكرة الموضوع ركز على لفظة المقارنة، التعويض خلاه لخطوة سابقة بعد معرفتنا للنتائج ثم بسطنا الناتج، هذه الفكرة الثانية في هذا الموضوع. الغاية من هذه التمارين مو فقط الحل وينقل من الملازم للدفتر وهي هي، لا، الفكرة هنا في الإشارات لكل مثال يوضح أن فكرة الرسم أولا استخدام القوانين، الاستفادة من الألفاظ الرياضية اللي خاصة بقواعد الموضوع، ثانيا الربط بين المواضيع بنفس الوقت، متى يتم التعويض بيكون التعويض أسهل، هاي فكرة الدرس. ننتقل إلى المثال رقم 3 اللي خليت به فكرة أخرى في هذا الموضوع. إشارة بسيطة للموضوع، هنا نحتاج الرسم ضروري في هذا السؤال حتى نطلع على الألفاظ اللي موجودة ونبين الخطأ اللي موجود بالنسبة للطباعة اللي موجودة في الكتاب. راقب السؤال وياي بهذا الشكل، يقول صنع نموذج مصغر لحصالة نقود علبة للتوفير، من مواصفات هذه على شكل اسطوانة نصف قطرها قاعدتها 10 ارتفاعها 30 سنتيمتر تعلوها نصف كرة، احسب الحجم والمساحة الكلية لكل هذا الشكل الهندسي لحصالة النقود. ارسم الشكل الهندسي اولا، هنا عندي اسطوانة
في هذا الترتيب. الشكل الأسطواني أولا أرسمه، هذه الأسطوانة، نصف قطرها وارتفاعها معلوم، نصف القطر، نصف القطر مع القاعدة مثلا 10، هذا الآر يصير 10 سنتيمتر، ارتفاعها 30، هذا هو الارتفاع 30 سنتيمتر، حرف H، هذا حرف R، تعلوها لاحظها نصف كرة، نصف كرة بهذا الشكل، أشيرها بلون آخر تصير العملية أوضح. راح يصير بالضبط بهالشكل. بهذا الترتيب. هذه الفكرة مالت السؤال. إذن الحل الرسم أولا. نضع المعلومات على الرسم. المطلب الأول هو الحجم. الحجم حجم حصالة النقود يساوي حجم الأسطوانة. حجم الأسطوانة زائدا نصف حجم الكرة. بالضبط بهذا الشكل. نصف حجم الكرة. حجم الأسطوانة باي آر تربيع إتش زائدا نصف مضروب في حجم الكرة اللي هو 4/3 باي آر تكعيب. بهذا الترتيب الناتج يساوي الباي عندنا 22/7، نصف القطر هنا عندنا 10 تربيع مضروبة في الارتفاع اللي هو 30 زائدا هنا عندنا يصير اختصار هاي واحد هاي بيها 2 يصير 2/3 لاحظ الباي عندنا 22/7 مضروبة في نصف القطر تكعيب، نصف القطر هو نفسه 10 تكعيب بهذا الشكل. أبسط الناتج أكثر. العامل المشترك بين المجموعة الأولى والثانية آخذ اللي من عند الناتج عند 22/7 22/7 مضروبة في 10 تربيع أقدر أكتب هنا 10 في 3 أوضحها أيضا في خطوة ثانية مثلا صار عندنا 10 تربيع لحظات التبسيط في 10 في 3 هي 30 زائدا 2/3 في 22/7 في 10 تكعيب الناتج يساوي لنا 22/7 في 10 تكعيب أخذ مني الجزئين يبقى عندي هنا 3 زائدا هذا الجزء أيضا يروح يبقى عندنا 2/3 ويساوي الناتج 2 3 أصفار مالت الألف على 7 في
ثلاثة في ثلاثة تسعة، اثنين 11 على ثلاثة، ثم نبسط الناتج تقسيم 21، ثلاثة في سبعة نضرب هذا الناتج في 11 في 22، 22 نضربه في 11 22 22، 2 4 2 صار عندنا 2 4 2 ثلاثة أصفار، ثم نقسم على الناتج على واحدة عشان بالقسمة الطويلة بالضبط بهذا الترتيب. إذا هنا استخدمنا الفكرة أيضا للموضوع، قواعد الموضوع إضافة إلى الرسم، فالفكرة الأخرى هي فكرة العوامل المشتركة لتبسيط الناتج. الجزء الآخر طلب من عندي المساحة الكلية LA، هنا استخدمت Total A. سردنا مساحة القاعدة في الارتفاع بالنسبة للأسطوانة، محيط القاعدة في الارتفاع 2 باي R في H زائدا مساحة كلية للأسطوانة مع نصف الكرة، راح ياخذ المساحة السطحية محيط القاعدة في الارتفاع زائدا مساحة دائرة واحدة باي R تربيع قاعدة سفلى زائدا نصف في مساحة سطحية للدائرة 4 باي R تربيع 4 باي R تربيع بهذا الشكل. هذه فكرة استخدام القوانين بالشكل الصحيح أولا ثم عمليات التبسيط. الناتج راح يساوي بالشكل التالي، ناتج أبسطه أكثر، الأربعة مع اثنين اختصار نشير لها بلون آخر، فراح يصير الناتج يساوي لنا 2 باي مضروبة في R مضروبة في H زائدا باي R تربيع لاحظ زائدا 2 باي R تربيع اختصار، هاي بيها 2 هاي بيها 1. نبسط الناتج أكثر 2 باي R H 2 هنا عندنا 1 صار عندنا 3 باي R تربيع. قبل عمليات التعويض عندنا العوامل المشتركة، عندنا الباي والآر باي آر، الباي والآر الباي والآر لاحظ بهذا الشكل، يبقى عندنا 2 H زائد 3 R بهذا الشكل. يكون التعويض هنا العملية أسهل، يساوي عندنا الباي 22 على 7 مضروبة في قيمة الآر اللي هي 10 نصف القطر بالنسبة للقاعدة، عندنا 2 في 30 الارتفاع زائد 3 مضروبة في قيمة الآر اللي هي 10 2 في H 3 في R 3 قعدنا R. نبسط الناتج أكثر 10 في 22 210 220 على 7 1 في هذا الناتج، 2 في 30 60 3 في 10 30 ويساوي الناتج 220 مضروبة في 30 90 الكل على 7. ثم نبسط الناتج 0 0 9 في 2 18 جد 1 9 في 2 18 1 19 على 7 ونقسم الناتج مساحة كلية من الوحدات المربعة. هذه فكرة الدرس بهذا الشكل، الاستفادة من القوانين والتطبيقات العملية والقواعد اللي نستخدمها بالنسبة للرياضيات. إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله. فضلا منكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، طريقك نحو المعرفة.